بساطة الأطفال ونقاوة القلب اللي تخلي الواحد حاسس إنه بيتكلم مع واحد مفتوح العينين، اللي يشوفه في الأول يا إما ما يقدرش النعمة اللي فيه يا إما ينبهر ببساطته وطيبته. يعني نوعين من الناس، في نوع يتغش فيه ما يلقطش بسرعة القداسة اللي جواه، وفي نوع على طول يحس ببساطته وطيبته كأنه شاف قديس على طول. وأنا بتشفع بيه وبفرح إنك نسيتنا فيها قديسين عظام جابولنا كده ريحة الآباء الأوائل وفرجونا على الرهبنة اللي ما كناش نعرف نتخيلها بالسهل. آلاف التنبؤات والمعجزات سوف نحاول إلقاء الضوء عليها في أجزاء لتكون مثلا ودرسا لنا في هذه الحياة. الراهب المضيء، القمص، فانوس الأمبابولا.